زملاء اليوم حتكون حنبدأ بالمحاضرة الثانية ل تي اس ار اي ليكتشر، المحاضرة الثانية ل تي اس ار اي كلينيكال سيناريوز ان ثوراسيك سيرجري، وحتكون يعني البحث الأول وهو بعنوان Early Stage Lung Cancer من ستيج 1A ل 2B. إذا بال Early Stage for Lung Cancer هي First Lecture، هي المحاضرة الأولى. بينما المحاضرة الأولى بال TSRA كانت Introduction لل Lung Cancer و برزنتيشن ل تي اس ار اي، تعريف بالتي اس ار اي، وانا سبق ان عرفت عليه ولكن رح اشرح تعريفه مره ثانيه. وهي محاضرات مهمه للمقيمين الجراحه الصدريه بالذات، ومهمين ايضا للمقيمين الاخرين في الجراحه العامه ربما وفي الداخليه الصدريه احيانا. إذا هذه المحاضرات الحقيقة، أو هذا الكتاب اللي هو تي اس ار اي كلينيكال سيناريوز، هو ان كاردياك ثوراسيك، احنا اخذنا ثوراسيك، اقره المجلس العلمي في البورد السوري لاختصاص الجراحة الصدرية كمرجع يعني مهم، من احد المراجع المهمة في الجراحة الصدرية. وتبنته هذا الكلام تبنته شعبة الجراحة الصدرية في مستشفى المواساة، فترجمناه أو نحن عم نترجمه ما انتهى، وعم نعده محاضرات بالشكل هذا. أنا حألقيها لا يعني بالتسلسل حسب المنهاج تبع تي اس ار اي، وحنا حطه تحت عنوان كلينيكال كيسز in thoracic surgery، تحت عنوان clinical cases in thoracic surgery. بعد ما نسجلها إن شاء الله حنرفعها على اليوتيوب تبعي، يوتيوب دكتور بسام درويش، تحت قسم طبعا اليوتيوب في مجموعة من المستويات للطب العام وللطب وللأخصائيين، وفي شيء خاص thoracic surgery education for resident، هو فقط للمقيمين. إذا تنزل تحت هذا العنوان بهاللوجو هنا. شو هو التي اس ار اي كلينيكال سيناريوز ان كارديو ثوراسيك سيرجري؟ الحقيقه هو كتاب من تاليف جاستن واتسون وكلاودن لويس، مطبوع ب 2020. هو مهم تحت عنوان ثوراسيك سيرجري فور ريزيدنتس Association، هذا الويب سايت تبعه، وبشيكاغو الحقيقة مطبوع. يحوي حالات من السيناريوز من الجراحة الصدرية والقلبية الصدرية، هي جراحة القلب، عفوا جراحة القلب، جراحة القلب ترجموه مركز جراحة القلب في مستشفى في جامعة دمشق بإشراف الدكتور بشار عزت. ونحن اخذنا هذا القسم الجراحه الصدر والسرجيل، هو الحقيقه في حوالي 30 بحث. الخمس ابحاث الاولى هي لسرطان الرئه، فنحن عم ناخذ الابحاث اللي عم نحكي شلون. مثلا هالابحاث هي لسرطان الرئه، في عندنا خمس ابحاث، 5 شابترز: early stage lung cancer، بعدين advanced stage lung cancer، بعدين small cell lung cancer، بعدين pneumonectomy and sleeve resection، واخر شيء بالمنري كارسينيت. الحقيقه كل قسم بياخذ اكثر من محاضره، يعني هذا القسم الاول early stage عملته 3 محاضرات، لانه اذا عملنا محاضره واحده بيكون طويل كثير، بيكون صعب تنزيله من النت. لذلك حيكون يعني early stage lung cancer حيكون له lecture 1 lecture 2 lecture 3 تماما، نفس الشيء بالنسبة للشابتر 2 3 4. إذا الشابتر 1 هي early stage of lung cancer، في هي المحاضرة الأولى،
وهي المحاضرة الثانية بـ TSRA، هذا حيكون رقم تسلسلي لكل المحاضرات إلى آخر الكتاب، بينما هذا حيكون رقم تسلسلي للموضوع فقط للبحث اللي عم نحكي فيه. هلا شو الكونسبت الحقيقة بـ هل بهذا البحث؟ هو indication for screening، إمتى بيكون لازم نعمل screening لل وتشي الثاني evaluation of patient with a newly discovered lung nodule، يعني عندما نكتشف عقدة في الرئة ما هو كيف التقييم وكيف نصل التشخيص والعلاج. بعدين indication for surgical resection for isolated pulmonary nodule، الاستطباب للاستئصال الجراحي للعقد الرئوية. أخيرا operative and non-operative treatment، شو ممكن نعمل شيء جراحي أو غير جراحي. هذه الكونسبت هي بهالبحث هذا. هلا السيناريو الأول كان بيقول إنه عندي مريض 27 سنة 57 سنة، اكتشف عنده 1.1 سنتيمتر نودل in right upper loop، 1.1 نودل في الابر رايت ابر لوب. سيتي سكان performed to evaluate this. هلا القصة إنه يا ترى هل هو هي احتشاء بعد عملية تبديل ركبة؟ هذا السؤال اللي يطرح نفسه. إحنا عنا الحقيقة بالطبعة الثامنة من ستيجنج تبع سرطان الرئة فصلوا بتي 1، شو هي تي 1 آه بتكون أقل من 1 سنتي، تي 1 بي بتكون من 1 ل 2 سنتي، تي تي 1 سي من 3 من 2 ل 3 سنتي، بس اهم شيء انها تكون اقل من 3 سنتي، اقل من 3 سنتي. هلا هي بتكون عاده الحياه تكون محيطيه بس ما بتصل لسطح الرئه، كما انها لا ترى بمنظار قصبات. هلا ديفرنشال دياجنوسيس ايل طبعا لان كانسر، نيورو اندوكراين تيومر كمان لان كانسر، كمان سرطان، هامرتوما من الاورام السليمه، جرانيلوما ورم ورم حبيبي ممكن يكون سيل مثلا، انفكشن فيرال او بكتيريال، نمونيا، ميتاستاز ممكن يكون ميتاستاز وحيد، انفراكشن يعني هذا المريض اللي كان عامل كتير ريبليسمنت ممكن يكون احتشاء رئه، واتلكتازيز ممكن يكون شويه انخماص رئه. طبعا هذه التشخيص التفريقية واسعه الحقيقه، ولكن كل ما لازم نحصر لحنا الوضع تبعها. هلا الهيستوري اند فيزيكال اكزامينيشن، لازم دائما نسال عن التدخين، ولازم نسال عن التعرض للمهني، التعرض المهني، ثم بيرسونال اند فاميليار كانسر هيستوري، القصة السابقة لسرطان قديم، يعني مريض إذا كان ذكر نسأله إذا كان عنده كان سرطان بروستات أو سرطان قولون وما شابه، وإذا سيدة إذا كان عنده سرطان ثدي سابق، وبالتالي نقول إنه هاي العقدة اللي شفناها بالرئة إنه تكون متستاز على سبيل المثال. بعدين البرايمري سيمتوم إذا كان اكتشفت بهالمراحل، الورم بالمراحل المبكرة غالب 80% ما بيكون عنده أعراض رئوية، وغالبا بيكون المريض مكتشف مرضه صدفة، صدفة مكتشف مرضه، مكتشف مرضه صدفة أو بالسكرينينج الحين. هلا البرايمري سيمتوم طبعا معروفة لسرطان الرئة، كل الناس لازم تعرفها، السعال وأشعة عرض، هيموبتيزيس هو العرض الثاني النوعي أكثر، recurrent respiratory infection تكرر نوبات الانتان الرئوي، زلة تنفسية وألم الصدري، هذول ينتجوا عادة عن تأثير العقدي أو الورم
في النسيج الرئوي قبل أن يرتشح بأعضاء خارج الرئة. ثم في عندنا أعراض الميتاستاز، الانتقالات البعيدة، خلينا نقول مثل الألم العظمي إذا كان انتقال العظام، الوهن، صداع، الانتقال الدماغي، تبدلات الرؤية، أناركسيا، قلة شهية، نقص وزن، والتعب. هلا اليوم حنحكي تقريبا بشكل أكاديمي تقييم المريض السرطان. إذا قلنا أولا القصة والفحص السريري، ثانيا طبعا بيكون الإيميجين، يعني ثانيا إنه بالصورة لقينا في عقدة أو لقينا كتلة أو كذا، فهذا اسمه إيميجين إيفالويشن. مثلا رقم واحد طبعا صورة الصدر بسيطة، وهي طبعا رخيصة وممكن عند كل المرضى، وهي شغلة من الميزات تبع الصورة البسيطة، وممكن انه نكررها بوقت اللي بدنا اياه، بتكون شغله سهله وما بتعطي اشعه كثير للمريض. هي كثير مهمه لتقييم الحاله المتقدمه، يعني اذا صار انصباب جنب مرافق للكتله، اذا عندنا مثلا تخرب ضلع الى اخره، هذا يظهر بشكل جيد بالصوره البسيطه. ولكن الصورة صارت بسيطة، يجب أن نعترف أنها هي محدودة الاستعمال عندما نستعمل الستيجينج تي ان ام سي، وعندها شو ناخذ؟ طبعا تصوير الطبق المحوري. هلا التصوير الطبق المحوري هو تقييم دقيق جدا للورم الرئوي، للكتلة الرئوية، وهو جيد جدا للهيلر والميدياسينال لامف نود ايفالويشن لتقييم العقد السرية والمنصفية. ويجب عندما، وهي فكرة مهمة كثير للمقيمين، يجب أن لا نقرأ أو نأخذ قرار جراحي على سي تي سكان عمره أكثر من شهر ونص 6 أسابيع. فإذا كان عمره أكثر من شهر لازم نعيده، لأنه بيكون الورم، إذا في ورم كبر، ربما كان ارتشح بالأوعية، ربما ارتشح بأعضاء لين في استئصالها، إذا لازم ما يكون